في بلانيت راب نستقبلوا كازو فنان تونسي طلع بقوة المدة الأخرى. كريم عمل الروح وستيل خاص به في الموسيقى، غنية كل ثلاثة جمعات وكل غنية تحكي على جزء من قصة هي في الأصل جزء مهم في حكاية كازو. اللي يجي بحدنا رابر التونسي معه نرجع على حكايته وعلى موسيقته. هذا كازو في بلانيت راب. كازو ضيفنا في بلانيت راب، نقربوا أكثر من شخصية كريم نفهموا موسيقته. كازو تلقاه معنا في حوار خاص. عادي بروحي مصبح انا وخويا نلعب في غانيو طايح برو تاكس سخون وحاطين دابوزا سيترو فجعنا صوت حس ما سمعتوش من ريفوليسيون خارجنا القبو بابا شد ماسا نحب ديفينيسيون. كازو مرحبا. عسلامة. مرحبا. انت تقريبا الفنان اللي ما عادش نسألوه شنو جديدك، يعني واخذ عهد على روحك جديد حاجة كل شهر حتى اقل شوية ساعة. اقل كل جمعة كل جمعتين. علاش الزربة هذه الكل؟ هي مو زربة خطرية الماء تيترويت مسجلين عندهم برشا فهمت، والميكس تيب منحبش نبتة فهمت من اللول. اللي نسمعه فيه 2020 مكتوب 2019؟ مكتوب 2019 خذ هيري المحكية كاملة معني مربوطة ببعضها الميكس تيب. هذا اللي قاعدين نفهمه فيه دونك مصبوب عنده برشا والحكيت قدم برشا معني فهمت هكا عشتهم ونقعد نحكي فيهم طو. بوزيين لولا بوزيين بديت الحكاية من غادي انك تحكي على عائلتك خصوصيتك حاجه مش سهله. والله شو نقول لك سهله ومش سهله. هي سهله خاطر انا عشت هذاك الكل، مش سهله خاطر عشت هذاك الكل فهمت، وسهله باش نخرجوا خاطر لازمني يخرجوا مني فهمت. دونك لازمني نحكي صحيح كما هو خاطر قعدت لي في حياتي انا فهمت الحاجه ديك عشتها انا. حكايتك اللي حكيت عليها في بوزيان اللي هاي. مشاكل تعائله على الميراث مشيت ضحيتها انت وعائلتك بالاساس هذيك هي. ومنجمتش تتجوزها؟ لا ما نجمش نتجوز حاجه في حياتي قعدت لي معني نشوف فيها حاجه خايبه فهمت. لازمني نحكي خاطر حاجه قعدت لي انا قاعد انا نعيش فيها كل يوم بيني وبين روحي نقولش بيهم مش بيني يعملوا كيش بصار بالضبط علاش ترى كيكه اكسولت هذيكم الكل حبيت نحطهم في حاجه نعرف نخرج نخرجها مليح فهمت. قديش كنت موضوعي وانت تحكي على حكايه انت جزء فيها؟ بنسبه 100% خاطر ما حكيتش حكايه يحب نحب العباد تسمعها خاطر كتبته لينا كهو عنده برشا مكتوب ولينا كهو فهمت هكا انا مش حاسس انا وما خرجت حاجه خرجت الحكايه في حاجه نعرف نعملها فهمت. ما كنتش نخرجها للعباد راه من بعد ولات الفكره نتاع نعمل ميكس تيب نسميها بوزيين ونحكي فيها حكايتي انا باش تكون حقيقيه الحكايه 100%. داركم كي سمعوا بوزيين شقالوا لك؟ دار اليوم القرابة دار خاطر تفرقت وليت ما عادش نعرف شكون دارنا شكون مش دارنا فهمت. تفرقت وليت عيلتنا الكبيرة معناها صغارتك شوية ولينا أنا أختي خويا أمي. هذوك اش قالوا لك؟ والله ما تخرجهاش سايب عليك درا شنو هي أمانة ليه ما لازم نخرجها فهمت. هذا أنا وذاك الراب الرسمي لازم نحكي حكايتي أنا فهمتني فهمت باش نحكي حكاية العبيد نجم نحكي حكاية العبيد الغدوة الصبيح ما توفيش حكاية العبيد أما باش تكون حقيقي معايا باش نكون وصل في حاجة صحيحة لازم نخرج الحاجة تبدا بيا أنا قبل فهمت. الجزء الثاني من العائلة ما فما حتى رياكسيون حتى شيء من العبيد اللي تراهم يتعداو بحذاك كل يوم ما با يعبر كيك الإنسان اللي تقرب له أنت فهمت. وأنا سيور اللي سمعوا الأغنية معناها سمعوا كل شيء. تحكي على شيرة العمومات ولا شيرة الخالات؟ العمومات. لو كان جاي الوالد حي يصير هذا؟ لا ما تصيرش حكاية بوزيين الكل معنى بوزيين الكل ما تصيرش. وين ما هو موجود تتصوروا راضي على الغناية؟ اي وكملت الحكاية وتواصلت تواصلت حكايتك ودخلتنا في حكايات وحكايات كل جمعة نسمعوا جزء ونربطوا مش نفهموك حتى لليوم. قديش فاهمينك احنا حتى اليوم فما 50%. غرق في فوندو يامي وقلبي سواتش مازلت العين ما راتشش مازل ولدك ما عاشش يامي حتى القروض ما قضاتش ناس قرات وما قراتش وباقي نفس الكلمة فمي. فوندو آخر حاجة عملتها؟ فوندو آخر حاجة عملتها. لاحظت لو نحط الكليب متاع بوزيين وفوندو نلقى فرق كبير. بوزيين تخدم بإمكانيات مزيانة رغم بساطته أما البساطة الصعيبة في خدمتها. فوندو تخدم أعطيها صورة وكهو. أنا اخترت يكون كيكة معي كنت نجم من صورة وحبيت نخليها كيك خير خليت فهم خلي العباد تركز مع عايش خاطر جيف قاعد التعاود نحب العباد تركز في الكلام وفي الموسيقى خاطر في تونس مش بتنسي الموسيقى كيكة فهمت
يا تراب يا راب يا ما عارش فهمت. أنا نحب نخلي موسيقى كأن نحب نحكي فهمت، نحب نكتب حتى في مشراب، نحب نكتب، نكتب بالعربي، نكتب باللي نحب عليه، نحب نكتب كهو. إلهامك منين؟ من كل شيء، وأول حاجة من العيلة معني. خاطرني راهو انا بري شويه معناها، نحب ياسر العباد اللي دايره بيا وكاها وكل الطرف العباد اللي دايرين بيا، ذوك ننسبيري منهم على الاخر. من حومتي برشا حاجات، راه برشا حاجات. نحب ديميسيون يخدم مقهاوي قش وسهاري ناس وشهاري، هذا نقف نشف، نحب نفك من الدنيا باري مودي لون باري المفيد ما قبلش عباد. بطلت خدمتك؟ سهل كان القرار؟ لا. كنت تخدم في شركه؟ تكستير. كرهاً في الخدمة ولا حباً في اللي تعمل فيه تاو؟ والله حباً في الخدمة، بطلت الخدمة فهمتني، خاطر خدمت بالقد يعني بوست خدمة متاعي نحب ياسر، نحب البش فهمت، نحب الحوايج برش، نحب ان عجبتني الخدمة وتكستيل عجبني على الاخر فهمت، لقيت فيه روحي ديجا من بوست لبوست ديما ماخير ديما ماخير ديما ماخير. اما في وقت معين مش نولي كيفاش نقول لك، معناتها نظرف اصحابي تخدم معايا على حسابي انا، على حسب غرامي انا، وليت كان نحب نمشي استوديو ساي، رجعت لي نحب ساي نبرمج فيسا، نحب نمشي نسجل، نحب نمشي استوديو، نحب نصور فهمت. دونك ما عادش نجم نلقى بيناتهم الزوز كيفاش نخليهم مع بعضهم فهمت. برشا رابوريت شجعوك، شفتهم بارتاجيو لك، كتبوا عليك كلام باهي برشا، ما عبيت شجع فيا الحق، وانا عبيت تعرفني من قبل، خاطر ما جيتش تو الرابي نتاع فهمت، نتاع جديد جيت الرابي قبل، جا من 2012 و 2011 رابي معناها مجاوب، فهم برشا حاجات برشا عبيت تعرفني وقت. قداش عمرك؟ عمري 16 قبلتي وقتها، فما صارت كولابوراسيون فيها برشا عبيت، برشا فيها بلي دوغ، فيها كاتيبون، فيها بلتي. شو اللي كان عائق باش وقتها ما كملتش؟ المرض نتاع الوالد، صار مرض خايب باش انا بطلت، باش صار لي هذاك الكل، باش كي رجعت بوزين فهمت. ديت تاخو حقك؟ اي ناخذ حقي شيء معايا، هكا هذاك اللي لازم يصير معايا فهمت؟ باللي قاعد العباد تسمع فيه، باللي قاعد العباد تتبع فيه وتشوف فيه وتتبع في العيشه بتاع العباد هذاك قاعد عاش وشنو يعمل، فالعباد تعرف كوميا العباد ماهمش انت يعرفوا مليح معناها، كي عبد يعرف كي يعرف يسمع يفهم كل شيء. تسمع زملائك ولا لا؟ كل. نسمع كل شيء. ما نجم نقول لك راه ما نسمعش، ها هو نسمع لبرا، ما نسمعش لبرا جمله، نسمع كنت وينس. كهو. نسمع تونس وما كان نسمع ما نسمعش راب، نجم نسمع شرقي، نسمع مزود، نسمع اي حاجه. وذنك وانت صغير على انو رابور كبرت؟ تونسي بلتي. وتو شكون الرابور اللي كي تسمعه وتستمتع بيه؟ فما حمزه هبت اخر مره، فما الفا هبت، فما هذوما العباد اللي يعجبوني تو فهمت، العباد اللي قاعد تخدم تو، كاسترو قاعد يهبط، الناس اللي قاعد تخدم يعني، وانا نتبنى راهو الحاجه الموزيكا شيخ، نحب نسمع. كاسو تعرف الحاجه الباهيه اللي فيك؟ انه عاده كي يطلع اي رابور نقارنوه. انت في الجو اللي عملته ما عرفناش باش نقارنوك وبشكون نقارنوك. اللي خاطر احنا شنو نعملوا معني، حاجه مشيت نعملوا 10000 حاجه كيفها فهمتنا، اللي نوصل نعملوا كالفشل فهمت، هو يسمو باش يكون فما 1000 نوع نتاع موسيقى في الحياه، فهم برشا حاجات نجموا نعملوهم، فهمتنا احنا قاعدين نتبعوا في حاجه بركه، عملت تراب نعمل تراب، سب نسب فهمت، ليه فما حاجات اخرين، فما ارتيستات تعمل برشا حاجات لبرا، فما برشا كرياتيفيتي فهمت. انت قابل اليوم انك تكون في فيتات مع دي رابور ولا لا؟ والله الحق نتاع عربي اي، اما انسيليكسيوني فهمت، غزالي ما عرفتش الشين نتاعي، كي ندخل الشين نتاعي نحب ريت من اول تيتر لاخر تيتر، كل تيتر يعني لي حاجه، وكل تيتر نعرفه علاش عملته وقتها، نحب كان نفقد الذاكره بعد 10 سنين نغزل الحاجه هذيك نحبها تعجبني فهمت. انا خمم كي كمان نحب كي عبدي نحطه معايا في الشين نتاعي في فيت، نحب ننظم الامور. اقرب فيت مع شكون؟ توتو. بعده فما حمزه. بعده فما سوربريز ما خليها. بعده فما كاسترو. بعده الفا برشا فين زي فما بعده فما برشا ما نعرفش من بعده شكون. كاتي انا فما يمكن حكينا انا فاتي ديجا فما حاجه بس فما. عندك كتيبة بوي فيك ولا لا؟ شويه يعني. مانيش قاعد نرى فيه لا في موزيكتك لا في شخصيتك تو. تترى في الموزيك كي نتحط في السيتواسيون هذيك تو تشوف عبد اخر. عقلاني ولا سنتيمونتال؟ سنتيمونتال. علاش ما كنتش تحب تظهرها؟ انا كي كخاطر ينقص منك شويه فيش ما حبش نظهرها. تقول سنتيمونتال معناتها؟ ليه ما ينقصش مني جمل. انت تنجم تشوف رابور تونسي شاد ورده وقاعد في محطه نتاع التراني يغني غير اسمها بتيت. انت جام تشوف الحكايه ذي فهمت. شعنا جديد بقيت المكستيب مورسو اسمه مشاو، ومن بعد فما رحله اخرى
بقيت الميكس تيب مشاو نسكروا به جزء جزء اي اللي هو المشاكل هذيك ليلي ما عادش مش نحكي المشاكل هذوك مش نحكيهم مره بركه مره جايه وكهو اه مازلت باش تحكيهم مره اخرى شويه ما خذوش حقهم لا مش مخدمش حقهم بالعكس مش نحكيهم في دي في ديتاي نتاعهم يعني مش نحكي من فوق الفوق ما حكيت لما توفيه اشرف العبد لما نجمش نحي حاجه منك معناها تقول سي بون الله يذيها الكلوي ما عادش عجبتني نحب نحيها فهمت نجمش نعملها في هذيك لازم حاجه تحس حاجه تقولها انا يعني العبد هذوك معناها نحس حاجه نقولها نعيش حاجه نقولها انتهى على الشركة ونحاربت باش نلقى حل سكرتيرة قتلي العروس حلفت عتب محل بطال بالفم ومليه وكل ما نمشي بازرينيو سكرتيرة بدأت تتحمر وليت تراني مينيو ألف أبوني والعشرة ملايين مع عشرة ملايين حفلة ناجحة في كارتاج ولا ألبوم ناجح ألبوم ناجح سيليباتير ولا أنكوبل سيليباتير بلوندا ولا سامرة سامرة سوشي ولا لبليبي لبليبي با حب ولا فلوس فلوس فيلم ولا مسلسل فيلم تصبيحة ولا عشرة سويع نوم تصبيحة ألبوم ولا سينجل سينجل بحر ولا صحراء بحر انستغرام ولا سناب شات انستغرام فيتيت ولا سولو سولو